أنا أرى أن هناك نوع من البريك مجلس النواب اعتيائه واستنكاره لإدارة الحوار من السيد ليون ولاستخفافه بمجلس النواب. نحن كأعضاء مجلس النواب يهمنا أن نعمل على حلحة التسوية الأزمة الليبية تسوية سلمية سياسية، والآن يكون هناك ضحكة دولية حوارية، لأن بعدما تم إقفال توقيع بالأحرف الأولى وتم إقفال أي تعديلات، بعث لنا السيد ليون برسالة إلى رئيس مجلس النواب والذي تلاها علينا بأنه سوف يكون هناك يعني تعويل كبير على الأحكام الختامية والعبرة بالنتائج، ولن يكون هناك إلا تعديلات طفيفة. ولكن حينما نظرنا وتمعنا في هذه التعديلات، هي تعديلات جوهرية وتغير مجرى مسار الحوار بشكل يعني يضر بحقوق الليبيين وبمصير الدولة الليبية. طيب ما الذي تتحفظون عليه في مسودة الاتفاق الجديدة سيد طارق؟ أهم بعث لنا هي جماعة الأخوان والمقاتل المؤتمر المنتهية ولايته. هذه التعديلات أهمها بأن ستقوم رئاسة مجلس الوزراء حكومة الوفاق الجديدة، والتي ستحظى بصفة القائد الأعلى للجيش، خلال 30 يوما ستقوم بتغيير القيادات العسكرية والقيادات الأمنية والقيادات المدنية السيادية الهامة. وإن لم يتم هذا التعديل بالتوافق بين الرئيس مجلس الوزراء ونائبيه، ستكون هذه المناصب شغرة. هذا ضرر كبير. نحن الحمد لله نحمد الله أننا استعدنا بناء قوات جيشنا وقواتنا الأمنية، وبدأت ليبيا تقف على قدميها تماما. لو تم هذا الأمر، هذا الأمر سيدمر ما بنيناه وما بناه مجلس النواب خلال عام بالكامل، يعني سواء من قيادات أمنية وقيادات عسكرية ومن مناصب وبناء للدولة ودولة المؤسسات. الأمر الآخر، هم يريدون نحن تنزلنا عن صفة القائد الأعلى للجيش بأن يكون لنا شريطة، يكون لنا الرئيس ونائبه من مجلس النواب، من القائمة التي يختارها أعضاء مجلس النواب. لكن هم رأوا أن يكون هذا بالتساوي بيننا وبينهم، فيما يكون هم يأتون بقائمة ونحن بقائمة، وهم نحن سيكون من نصيبنا النائب الأول وهم من نصيبنا النائب الثاني، والرئيس سيكون مستقل. طيب أفهم من ذلك سيد طارق، أفهم من ذلك سيد طارق أن النقاط التي تحدثت عنها هي خط أحمر، وما عدا ذلك يمكن التفاوض بشأنه. بالضبط، هذا ما دعانا إلى إصدار بيان اعتبره بيان تاريخي مصيري، وهو أننا لازلنا يعني نتمسك بالمسودة وتم الاتفاق عليه، ونرفض أي تعديل لاحق المسودة الرابعة بعد التعديل الأول الذي تم الاتفاق عليه. طيب. كذلك تم استدعاء فريق الحوار فورا، وهذه نقطة جوهرية، استدعائه لما؟ لكي نتناقش معه، لكي لا يوقعوا على الـ على 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 الاتفاق النهائي الذي اعلن عنه السيد ليون في 20 سبتمبر. طيب سيد طارق، في المحظور السابق الذي وقعنا فيه بعدما وقعوا بالاحرف الاولى ولم يكن لدينا علم بهذا الامر او لم نناقشه بتاتا. طيب. هذا تم استدعاء الفريق. نعم. سيد طارق، حتى نكون عمليين نوعا ما، ليو يتوقع عودتكم هذا المساء او الغد على ابعد تقدير الى طاوله الحوار، هل الأمر يسير كذلك؟ عمليا واقعيا لا، لأن الخلاصة والمستنتج من البيان الذي تلاه مجلس النواب أنه لن يكون هناك أي توقيع يوم 20 سبتمبر، وأنه ربما سيكون هناك مع بداية شهر أكتوبر بعدما نسمع إلى لجنة الحوار، وبعدما تم تجهيز الملاحق ودراستها ومدى ملائمتها وموائمتها للمتفق عليه ضمن المسودة الرابعة. حينها سنرسل فريقنا هناك مع بداية شهر أكتوبر، وسنرى ونرفض أي تعديلات أيضا، مع ضمان أي ضمان مكتوب من السيد ليون بأن لا يكون هناك أي تعديلات لاحقة لما تم الاتفاق عليه بالأحرف الأولى، من التوقيع بالأحرف الأولى. التوقيت النهائي سيد طارق، نحن نعرف بأنه 20 سبتمبر، إذا لم يتم هذا الأمر فهل نفهم أنكم تتجهون إلى المقاطعة؟ هي ليست مقاطعة، الأمر الآن الكرة في ملعبهم، إذ أرادوا فعليا تسوية سلمية سياسية
يجب أن يحترم الاتفاق الذي تمم بين مجلس النواب وبين المؤتمر الوطني وبإشراف الأمم المتحدة. نعم. ونحن الآن نعمل على الخطة باء وهي بلان بي، لجنة خارطة الطريق تعمل الآن على عكفة على إعداد قوانين لكي يتم انتخاب رئيس ليبيا، أما يكون انتخابا مباشرا أو انتخابا غير مباشرا عبر داخل مجلس النواب، لكي لا نصطدم وتقع ليبيا في فراغ دستوري ما بعد 21 أكتوبر، لأن مدة مجلس النواب ستنتهي بهذا الطريق. لهذا نحن أعلننا سيكون هناك استمرارية لولاية مجلس النواب لما بعد 21 أكتوبر، وسنشرع في تنفيذ هذه الخارطة، وعلى الأقل نخلص برئيس لليبيا يأتي. نعم. أشكرك سيد طارق الجورشي، شكرا جزيلا لك، وضحت الفكرة. عضو مجلس النواب الليبي، كنت معنا من طبرق.